ولمزيد من التفاصيل حول مهرجان العالم عالمين ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. بعد التحية محمود، صف لنا الأجواء داخل المدينة الساحرة، مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين. نعم، أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. الأجواء الآن أجواء من البهجة والحماس في هذه المنطقة التي نتواجد بها لانطلاق أولى فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العالمين في هذه الدورة الأولى والمتميزة والتي بدأت قوية اليوم. فيها في هذا التوقيت تحديدا الذي نتحدث فيه إليكم انطلقت أولى المباريات الخاصة ببطولة التيك بول بمشاركة النجوم العالميين، ومنها البطلة العالمية ناتالي بطلة هذه اللعبة من البرازيل. تتم الآن أولى هذه المباريات وسط حضور كبير من الجمهور في هذه المدرجات التي انتهت إدارة المهرجان من تجهيزها للجمهور، والتي تستوعب ما يقرب من 2000 متفرج. هناك عدد كبير من الزائرين الذين حرصوا على الحضور، وأيضا من الأسر المتواجدة في مدينة العالمين الجديدة. انطلقت هذه هي المرات وسط حضور واهتمام بالغ من الموجودين هنا في هذه المنطقة، وأيضا هذه المنطقة الجميلة التي تتوسط الأبراج، أبراج مدينة العالمين الجميلة التي تميز مدينة العالمين، وما بين الشاطئ الجميل شاطئ البحر المتوسط الذي تتوسط فيها هذه المنطقة، وهذا الشاطئ الذي انطلقت منه هذه المباراة. وستنتهي مباريات التيك بول اليوم، ثم سيعقبها يعني متابعة لمباراة الأهلي والزمالك عبر الشاشات الموجودة في هذا الشاطئ. كان لنا حديث مع بعض الزائرين الذين تواجدوا في هذه المنطقة لمتابعة كل الفعاليات التي تتم. أولا عبروا عن سعادتهم بما يتم هنا في مدينة العالمين الجديدة من السحر والجمال والاهتمام بهذه المدينة والتطوير الذي يتم في مدينة العالمين، وأن تصبح مدينة العالمين جاذبة لكل الزوار من الوطن العربي والعالم، وطلبوا أن يتم الاستمرار في دعم مدينة العالمين الجديدة وتطويرها، وأيضا سيكون خلال الاحتفالات على الممشى السياحي والشاطئ. وكما تحدث أيضا عضو إدارة المهرجان المنظم، عضو إدارة المهرجان أكد أنه سيكون هناك بعض المناطق الأخرى التي سيكون بها بعض الاحتفالات، وسيتواجد أيضا بعض أو نافورة ستكون هي الجديدة من نوعها وستتواجد لأول مرة في مصر ولأول مرة في مدينة العالمين الجديدة لتستضيف عدد من الفعاليات الترفيهية الموجودة في مدينة العالمين. بعض أيضا الزائرين الذين تحدثنا معهم متشوقون لانتظار الحفلات الفنية التي ستنطلق خلال الأسبوع القادم، وأيضا بعض يعني الفعاليات التي ستنطلق غدا، وتحديدا الجيل أو تحدي الجيل الذهبي الذي سيشارك فيه مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم المصريين القدامى. و بالتأكيد سيكون خلال هذه الفعاليات حضور عدد كبير من الجماهير. أيضا رياضة التيك بول التي تتم الآن يعني وصلت الصورة. أشكرك شكرا جزيلا الزميل محمود جمال، مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من داخل مدينة العالمين الجديدة حيث إقامة مهرجان العالم عالمين. شكرا جزيلا لك.